عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللحم بقريب ملوخيه، كيجي غزال ولذيذ. وهذا الوقيته ديالها، بسم الله نذكروا المقادير. عندي كيلو د اللحم هنا الملج، عندي نص كيلو تقريبا، انا خديتها بالربيطات يعني ما عرفاش، المهم تقريبا نص كيلو هنا ديال الملوخيه. عندي مطيشه كبيره محكوكه، واحد البصله كبيره مشلضه. بالنسبه للمطيشه الا كانت صغيره بواحد يدير جويجات، انا عندي كبيره عملت وحده. عندي شويه القزبر ومعدنوس، الملحه على حسب الذوق. عندي واحد جوج فصوص ديال الثوم كبار محكوكين. عندي الابزار او الفلفل الاسود، عندي التحميره او بابريكا، عندي الخرقوم او الكركم، عندي سكنجبير او زنجبيل، زيت نباتي، زيت العود. بسم الله على بركة الله، ندير شوية ديال الزيت النباتي. البصلة هنا عندي بصلة كبيرة، بسم الله. ندير سويمة، ندير معلقة ديال الإبزار، ملعقة الخرقوم أو الكركم، ملعقة ديال التحميرة، ملعقة سكنجبير، ملح على حسب الذوق. عندي قزبر ومعدنوس، خليوها شويه بعما دخل معها التوابل وتشحرت شويه.
الاخر شويه كنزيدها هاد المطيشه واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم ملي كتشحر كنزيد واحد شويه زيت العود الزيت على حسب القياس اللي نتوما باغيين كاين اللي كيبغي اليدان كاين اللي كاين انا هنا كنزيد ثمن نص كاس نشتم كنزيد المطايب كنمرق من الجناب كنزيد واحد كاس بالماء المهم كتمرقوها حتى كيطلع الماء على وجهها كنسد عليها كنعمل على بوطه مهيله كنخليها حتى كطيب مده 20 دقيقه ولا 15 دقيقه على حسب اللحم وكيفاش كاين اللي كطيب ضاغي وكاين اللي كتعطل بالنسبه لهذا اللحم ضاغي غير الجلد ضاغي كيطيب ملي كتدخل اللحم ديالنا الطيب كطيب كنزعد له هاد الملوخيه بالنسبه للماء ملي كتكون هكا على باقا على وجهها ما كنزيدهاش الماء كنرجع نسد عليها حتى كطيب ديك الملوخيه ديالنا ديال الملوخيه كيجي غزال ولذيذ كنتمنى تجربوه ويعجبكم وهذا الوقت ديال الملوخيه الانسان يستغلها كتجي لذيذه ومزيانه وصحيه لاول مره كيدخل القناه ديالي مرحبا به وما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس ولايك وشكرا على التعليق المزيونين ديالكم والتشجيعات ديالكم واللي عجبو الفيديو بارطاجي مع الاحباب ديالو وهاد السيمانه ما حطيت حتى شي فيديو كنت مشغوله وان شاء الله باقي الخير القدم Thank you.